خلال الحرب الأهلية الحزب القومي محل ما كان هو القوة الأولى، حافظ على الدولة وعلى مؤسساتها من الكورة لراس بيروت وانت وماشي. غيرنا يلي كان هو قوة على الأرض دمر مؤسسات الدولة، عمل هو دولته. إذا كان الحزب القومي اللي كان له علاقة بالنفوس ولا اللي له علاقة بالتنظيم المدني أو إذا الحزب القومي تعاطى مع ملف له علاقة بملفات الناس، كانت الدولة هي الموجودة. فنحن ما حدا في إلنا أنه نحن ما بدنا الدولة، نحن أكثر حزب بده الدولة، في دولة وبيأمن بالدولة وببقاء الدولة ومؤسساتها. ولكن الدولة عن دولة كل المواطنين، مش دولة الطوائف. بمرحلة الحرب ما كان في دولة ومؤسسات إلا بما كان يسمى المنطقة الشرقية. كان في دولة، كان في عصابات فاتت على الطرقات تخطف الناس وتقتلها وتتزعرن عليها. خبرني هالأخبار، شوف الناس شو بتقول. هلأ عملوا حكموا بقبضة حديدية، إيه بس ما كانوا الدولة، كانوا ميليشيا. هو مع المقاومة المسيحية لأنه طايفته، بوقتها كان ما عليه نحمل السلاح، لأنه كل العقل اللبناني هو عقل طوايف.